بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا فيما يخص علم القياس measurement sciences، وصلنا في السابق إلى قياس الزمن والتردد. الآن simple implementations، أو سنتحدث هنا عن آلية التركيب البسيطة في هذه الحالة. طبعا هنا عندي counter، عندي هنا العداد، عندي crystal oscillator، عندي هنا الأوسيليتر، عندي هنا طبعا يعني آلة التموج البلورية، وعندي هنا المالتيبلكسر. كريستال أوسيليتر used as a time reference، تستخدم ك يعني عدد الزمن. based on quartz، تعتمد على البلورة طبعا. stable and relatively intensive to temperature، يعني عفوا ليست intensive، insensitive to temperature، يعني أنها لا تتأثر في درجات الحرارة. maximum measurement، أقصى شيء تقيسه هو عندي T max، وعبارة عن C max على ال reference. عندي C max count، يعني أكثر عدد تقيسه C max على ال F reference، على التردد الأصلي. resolution، يحدث عند resolution أو هنا العرض عندي delta t يساوي 1 على f of reference، أي الزمن هو 1 على التردد كما تعلمنا سابقا. طبعا example، نفرض أن عندي f of reference هو 10 ميجا هرتز، فسوف يكون عندي c of max هي 10 أس 8. إذا لو نحن وضعناها هنا 10 أس 8، العشرة ميجا سوف تعطيني 10 سكند، سوف تعطيني 10 سكند، لأنها طبعا كما تعلم أعطتني 10 سكند. الدلتا تي هي 1 على 10 ميجا، يعني 1 بالعشرة مايكرو سكند. الدلتا تي التغير في الزمن. larger relative errors at shorter measurement times، يعني أنا في زمن قصير جدا، عندي زمن يعني 10 سكند، سوف يعطيني خطأ كبير، سوف تعطيني هنا 10 مايكرو سكند. هنا الريلاتيف ايرورز سيكون ريلاتيف ايرور 1%، يعني الخطأ هنا كبير، حجم الخطأ هنا كبير مقارنة في الفترة الزمنية القصيرة التي نقيس فيها هذه العملية. إذا لابد لنا من تجنب هذه الحالة، استخدام هذه يعني هذه الريزوليوشن. ها هي ندخل هنا مثلا implement measurement of، نعمل هنا measurement of 10n to the n of periods، فيصبح عندي time at t of m هي 10 to the n، يصبح عندي 10 to the n times t of i. استخدم divider أو مقسم هنا، واحد t 10 to the n، فيصبح عندي الدلتا t هي عبارة عن 1 على tm، التي هي عبارة عن 10n ضرب f reference. نأخذ المثال السابق أيضا ti 10 microsecond، معناته ال f reference هو عندي 10 megahertz، c max 10 to the power of 8. إذا كانت ال n تساوي 0، 10 أس 0 1، فيصبح عندي هنا الدلتا تاو 1 على 10 ميجاهرتز، أو 1 بالعشرة مايكرو سكند. عدنا إلى نفس الخطأ هنا، الخطأ الريلاتيف إيرورز هو 1%. لو كانت الـ N هو العدد الخاص بالعدادات، هنا عندي N يساوي 4، تضعها هنا 4، فتصبح عندي 10 أس 4، 10,000 يعني في الأسفل. فنحن يصبح عندي الدلتا تي 10 بيكو سكند. اها، إذا هنا عندي يصبح عندي ال شو اسمه الديلاي 10 بيكو سكند. لو حسبت نسبة انت الخطأ هنا 1 بيكو بليون، طبعا في هذه الصورة. إذا نحن هنا خلال استخدامنا لهذا الأسلوب 10 to the n، استخدامنا للديفايدرز وضعها في هذه الصورة، نسهم في تقليل الأخطاء خاصة في الفترات الزمنية المتلاصقة أو المتقاربة في أطوالها. طبعا example of period averaging، هي period averaging
سي ماكس 10 to the 8 الاف فريكونس 10 ميجا هرتز. ها هي مثلا احنا الميجرمنت ان تساوي 4 ان تساوي 3 ان تساوي 2، لكن في الريلاتيف ايرورز عندما هنا كانت عندي 10 سالب 3 وهنا عندي 10 اس 2، هي كانت طلعت كمرة كانت تتقلص بهذا المجال. يعني تكبيرنا للان يسهم يعني باستخدام المقسمات بشكل اكبر يسهم في تقليل الخطأ في عملية القراءة، بالاخص في الفترات الزمنية المتقاربة مع بعضها بعضا. عندي هنا مثال او سؤال. 1 ميجا هرتز كريستال اوسيليتر الماكسيمال كاونتر ريدنج هو 99999. What is the resolution of the time measurement؟ ما هو resolution للtime measurement؟ What is the maximum measurement time؟ أقصى فترة زمنية. When employing period averaging، إذا استخدم period averaging كما تحدث، which division factors 10 to the n makes optimal use of the resolution when measuring a 2 kHz signal؟ إذا استخدم في قياس 2 kHz signal. إذا هنا what is the resolution of time measurement؟ نأخذ مقلوب التردد، واحد ميجا هرتز، نأخذ واحد على واحد ميجا هرتز يعطيني واحد مايكرو سكند. إذا هذا هو resolution of time measurement. What is the maximum measurement time؟ أقصى زمن مقاس إحنا عندنا هنا أقصى زمن مقاس، بما أنه عندنا إحنا واحد مايكرو سكند هو الريزوليوشن، فنحن لو أخذنا الريزوليوشن ها هي أخذنا التردد وضربناه في الدلتا تي يعطيني واحد سكند، 1 سكند سوف يعطيني في هذه الصورة. طبعا لماذا احنا كنا 99999 هي بالنسبة للميجا مليون، فنحن تقريبا يعني نصغر واحد ثاني، هذا هو أكبر فترة زمنية يمكن قياسها. When employing period averaging which division factor 10 to the n makes optimal use of the resolution when measuring a 2 kHz signal؟ طبعا تأخذ مقلوبة 2 kHz، واحد على 2 kHz يعطيك البيريود أو الزمن هو نصف ملي سكند. إذا نحن أخذ مقلوب الاثنين يصبح واحد على اثنين، نصف الكيلو هرتز مقلوب ملي، إذا نص ملي سكند. نحن وجدنا الزمن هنا. averaging of thousands period، يعني هنا لو عملنا إنه average ل thousands period يعني m تساوي 3، عندما كانت ال m تساوي 3 ضرب 1000 ضرب 10 أس 3 تذهب الملي مع الألف، يصبح عندي نص سكند. فيصبح نحن عندنا الحال في أو تصبح عندنا في هذه الصورة الكاونتر 500,000، يصبح عندي العداد 500,000. أهو يصبح عندي الكاونتر بمقدار 500,000، نص ضرب واحد ميجا يعطيني 500,000. هذا كان مثال عملي. طبعا هنا نلجأ طبعا counting the number of periods of the signal to be measured within one period of the reference signal تكون بهذه الصورة. هذا عندي أنا هنا مسافة بين النهايتين، إذا هذا عندي تردد counter value cc minus 1، يعني لو كانت المفروض أنها 8 فهي بين السبعة وبين التسعة. يحدث عندي هنا لاحظ هنا quantization للكمية، عملنا لها كمية بهذه الصورة ثم هبطنا بهذه الصورة هنا حتى تحدث عندي الفروق في عملية القراءة. أنا بخص التردد مثلا عندي هنا T1 على over F reference resolution delta F يساوي F
preference. ناخذ مثال مباشر هنا. F preference هي 10 MHz. TM 1/10، 1/10. الميجا مقلوبة هي المايكرو. الدلتا الاف كما هنا قال، دلتا الاف هي نفس الاف ريفرنس 10 MHz. اذا لارج ايرور فور لو فريكونسي سيجنال، يعني نحن عندنا اخطاء كبيره جدا في اشاره قصيره. كيف يمكن ان نتجنب نفس الكلام في تحدث عنه قبل قليل. ريفرنس از ديفايدد باي 10 تو ذا ام، استخدم الديفايدر 10 تو ذا ام. ميجرمنت تايم تي يصبح عندي الزمن هو 10 القوة M تقسيم الـ F of reference. يصبح عندي الـ resolution يساوي مقلوبها F of reference على 10 أس M. هذا مهم جدا عندي هذا الآن. example F of reference 10 MHz، الـ M تساوي 8. إذا الـ M تساوي 8، الـ M 10 أس 8 تقسيم 10 MHz يعطيني 10 سكند أو 10 ثواني. إذا مقلوب العشر ثواني 1/10 هرتز. إذا هنا إحنا حللنا المشكلة، استطعنا هنا أن نجد عرض للمادة عند عرضها في هذه الصورة. لاحظ هنا 10 أس إم، استطعنا أن نأخذها بهذا المقدار. هنا عند الأخطاء التي تحدث أحبتي، ها هي هنا الـ measurement time. إذا كان 1 تساوي 7، عندما كان 10 صار 1 تساوي 6. وهو عند الخطأ 10 و7 هو الـ relative error كبير. هنا صغرنا، هنا أصغر. إذا أحبتي كان هذا الفيديو للكلام عن عملية قياس الزمن والتردد. أرجو الله تخلي عن الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.